قبل أيام قليلة من انتهاء السنة الحالية واستقبال عام 2022، تزداد مخاوف العديد من المواطنين بأن يتزامن ذلك مع ارتفاع محسوس في مختلف المواد الاستهلاكية، سيما في ظل الأسعار الملتهبة التي شهدها 2021. متخوف. شهريه الانسان عاد شهريته يديرها في جيبه ويمشي بها، سما ما بقاش يعني الواحد يعني شهريتك راه تمشي بها تقضي بها يومي. المواطن العادي انا عندي مثلا 3 اولاد، عندي تقريبا 2000 دينار يومي، يعني تقريبا 1500 2000 دينار يومي، يعني وين راح تروح. مخاوف قللت منها منظمه حمايه المستهلك واستبعدت تكرار سيناريو السنوات الماضيه، خصوصا وان قانون الماليه لم ينص على زيادات تذكر قد تنعكس على الاسعار. نشوف انه قانون الماليه هذه السنه جاء يعني على غير ما كان عليه، يعني وهنالك يعني ولو كانت رسوم فهي لا تضاهي ما كنا عليه في السابق. في حين رجحت منظمه حمايه المستهلك ارتفاعا في بعض المنتوجات الفلاحيه مع غياب آليات حقيقية تسمح بضبط الأسواق. الآن لما يتعلق الأمر بمنتوج أو اثنين، نحن نعتقد أنه لابد من ميكانيزمات لضبط السوق، ولابد من ميكانيزمات لمعرفة الكمية الحقيقية لاستهلاكنا وكذلك لتوجيه الإنتاج الفلاحي. عدم نص قانون المالية عن أي زيادات قد يساعد على استقرار الأسعار في العام الجديد، في انتظار اتخاذ مزيد من الإجراءات أمام الارتفاعات العشوائية.